دكتور، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بس سؤال على السريع، بالنسبة للريبورت، في لو حبينا نعمل برنت اوت لأي ريبورت من خلال الجيسون او البايثون، في تولز معينة او لسه الريبورت هو المعتمد؟ يعني اي حاجه مثلا كريستال ريبورت نوع من انواع التولز، في انواع تولز كتير يعني ممكن تعمل لك الشغل بتاع الريبورتس، بس على حسب توجهك انت. يعني انت في يعني ممكن في انواع عاليه قوي وفي انواع اقل، في انواع شغاله في مجال الاناليسز، في انواع شغاله في مجال البيج داتا، وفي انواع يعني في على حسب التول انت رايح فين بتكمل فين. يعني المتعارف عليه مع البايثون، قصدي يعني في السوق او كده، ايه هو؟ هو البايثون مش محدد معاه تول معين للريبورتنج، كله بيشتغل تمام، لكن انت مثلا في عندنا تولز جديده حديثه كتير ممكن تشتغل عليها في يعني كريبورتنج. يعني في بنتاهو شهير جدا وبيشتغل فيه الشركات الثقيله قوي، شغاله بنتاهو، وفي عندنا حاجات حديثه خاصه ب يعني لو دخلنا على الريبورتنج انا بس الاسم مش مجمع معايا. لا خلاص، ممكن وقت تاني، انا مش عايز اضيع وقت الشباب. لا لا لا، ما الشباب يخشوا، انا بس عايز اقول لك على كام واحده. تابلو مهم جدا، تابلو واخد شغل عليه. بص انا ببحث على طول طلعت الاول، تابلو من التولز بتاعت الريبورتنج العاليه جدا في الفتره دي تمام، كويسه جدا وليها شغل في الشركات وشغاله في الاناليسز وفي الحاجات الكويسه جدا، وهي تول قويه يعني. في باور بي اي للبزنس انتليجنت بتاع مايكروسوفت طبعا، موجوده في تقدر تشتغل عليها. في الناس اللي شغاله ساب بتحب تشتغل ساب بالكامل، فبتروح تشتغل على ساب كريستال ريبورت. يعني ده الطبيعي، ده اصلا الديفولت من عشرات السنين يعني. ما انا شغال على ده. ده طبعا لان هو ده اللي بقول لك من عشرات السنين، هو ده فاهمني ازاي؟ فهو قوي يعني. ومعاهم بنتاهو هاب سبوت شغال برضو، يعني مش قوي قوي زي بزنس بي اي ولا زي بنتاهو ولا زي كريستال ريبورت، بس برضو حاجه كويسه. وفي اللي هو طب لو تسمح لي بس اخر سؤال، هو انا بسال لان في اي ار بي موجود في السوق مشهور اللي هو اودو. الفريلانس اودو، فعشان كده اي تولز للريبورت ممكن، لانه معمول ببايثون بالكامل. لا، وفي ناس بتشتغل في الريبورتنج تولز بالشكل ده، هو بيشتغلوا على حاجات ويب زي مثلا بيشتغلوا حاجات تشارت جي اس، بيشتغلوا اسمها ايه ديت، في حاجات قويه جدا شغاله على الويب برضه، بس دي ويب بقى مالهاش دعوه انت شغال ايه، بس الناس بتخلط. بس هو ويب، هو ده بيشتغل على الويب، اي انت شغال ويب ايه فاهمني، وبتخدمك في اي ويب ريبورتنج يعني. بس هي الناس بتبقى اللي شغاله بقى بايثون بيفتكر ان هو ده بتاع البايثون او كده، لكن مش بس هو كله شغال اتش ام ال 5 وكلام زي كده. بس انا هجيب لك شغل طبعا فيجواليزيشن، كان في 3 دي، وكان في لاجل بي اي برضه شغال. بس انا لا، كان في حاجه مهمه قوي كنت عايز اقول لك عليها، تول تعمل داتا فيجواليزيشن مهمه جدا على الويب. احنا قلنا في اسمه ايه، قلنا ايه؟ قلت لي تابلو. غير تابلو اللي قلنا في، لا مش عايز دي، قلت في حاجات بتاعت زي تشارت جي اس قلنا تمام، وكان في كمان واحد تشارت بيعملوا بيه التشارتنج ويطلع فيها شكل كويب، انت بتشتغل كويب وبتطلع الكويب مباشره. داتابيس جوجل داتا ستوديو برضه شغال حلو جدا، داتا وجوجل ريبورتنج تول اونلاين شغال زي الفاير بيس كده برضه شغاله شغل كويس جدا يعني. طلع الناس طبعا انت عارف جوجل اي حاجه جوجل الناس بتقول لك هو ده يعني. انا بس حبيت افتح لك كام تول كده من اللي انا يعني عارف ان هم كويسين اكد عليك فيهم، بس كان في شويه تولز بتاعت ويب لو لقيت حد بيتكلم عليهم مش هاخد دقيقه واحده وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. بالعكس انا بحب نفتح موضوعات ونفتح افكار في كذا مجال،
خلي الناس تفتح مخها يعني، وتعرف ان في اتجاهات كتيره وكلام زي كده مفيد وممكن يفيد اكتر من شخص. لانه الحقيقه في الاي ار بي اللي هو مجالنا يعني، انت ممكن تعمل انتجريشن مع انظمه اخرى او مع الحكومه او مع كذا كاستمايز. فاحيانا بنقابل مشكله ان التقرير مثلا يشتغل على بلاتفورم معينه ما يشتغلش على الثاني. وعشان كده انا بقول لك اللي هم بقى اللي هم حاجات اللي بيزد على الويب اريح، يعني ايه مش معتمد على الفرو على الاوبريتنج سيستم انت شغال عليه، تمام وبالتالي بتعمل تمام لك مشكله. يعني مثلا جاسبر مشهور بس بتاع بيشغل مع بتوع الجافا قوي، لا حاجات قديمه قوي مش حلوه يعني، حاجات كويسه يعني شغاله بس كانت حاجات قديمه، يعني مش شايف انا حاجه كويسه خالص من الحاجات دي. ولا سباجو ده كان برضو كان واخد ضجه جامده جدا زمان، سباجو برضو ناس اشتغلت عليه فتره، هو مش وحش سباجو يعني، لكن بقى حاجات ادوات قديمه جدا. لان حتى كريستال ريبورت بقى ليميتد، لان ساب اخذته، طبعا اشترت الشركه. ايوه بالظبط. انا مش انا مش يعني هكتب من غير تولز، واكتب مثلا ايه شارت جي اس، واكتب كان اسمه 3 دي او كان اسمه ايه دي 3 دي 3 جي اس تقريبا، دي 3 جي اس ده مبهر يعني، شغال شغل مبهر قوي في الفيجواليزيشن يعني، مش شهير قوي في الفيجواليزيشن وكلام زي كده. هو بيطلع بورتنج محترمه، ملف جي اس يعني بتناديله فاهمني، وبتبني عليه بقى تديله الداتا بشكل معين، وهو يبدا يطلع لك يعني تدي البيانات بشكل معين، وهو يبدا يطلع لك الفيجواليزيشن بقى تولز بتاعته وكلام زي كده، والتيبلز الحاجات دي بسيطه يعني. لكن لو بصيت على الاكزامبلز يعني انت بص على المخرجات بتاعته، هو متوجه في الحته بتاعت الفيجواليزيشن اكتر يعني، بيطلع الحاجات اللي هي بتفيجواليز الداتا بشكل ما شاء الله. حاجات قويه جدا زي كده يعني. هو بس انت طبعا مش هتعرف ترسم دي ولا ليك دعوه بيها، انت بس بتدي له الداتا بشكل معين، وهو بقى بيعمل لك العمليات دي كلها، انك تدوس يطلع لك البيانات، تخش عينيه يطلع لك التفاصيل دي كلها، بتطلع له اوتوماتيك بقى. انت بس مجرد انك اديته البيانات بتاعته بالشكل اللي هو طالبها منك، وبعد كده هو بيبدا يرسم بقى المنظر ده بكل الاسم. ممكن نعمل من الاوبجكت ده او من الجراف ده بريك داون. طبعا ده في انواع كتير انت ممكن تعمل بيها. لا يعني انا مثلا عندي بار بتاع المبيعات، وبار تاني مثلا بتاع المشتريات كمثال، لو كليك على البار بتاع المبيعات يديني كل المبيعات. طبعا زي كده يعني اه اه كليك على اي عمود من دول، وممكن يديني بقى كل البيانات اللي جت من العمود ده. ممكن هتلاقي فيه نوع تحت كده بس انت تقلب عليه، ان هو مديك هنا هتلاقي بص انت شايف فيه اشكال كتير قوي يعني، انت واخد بالك يعني بحر، فانت هتقلب هتلاقي اللي انت عايزه هتلاقيه يعني. انا هو صح يعني، انا اعتبره اقوى في الفيجواليزيشن، من اقوى التولز، ودي تشتغل على اي بلاتفورم، لان هي ويب بيور، دي مرحله عاليه جدا على فكره في الداتابيس، فوق خالص في الداتا فيجواليزيشن، هي اخر مرحله انك تفيجواليز الداتا. تمام، اي اس اللي هي هي كامله، هي مجال كامل اسمه داتا فيجواليزيشن، مش بقى في ناس بتدخل على طول مع ريبورتنج وناس بتاع، بس هو يعني هو بعد الريبورتنج كمان انك تفيجواليز توريني الدنيا فيها، مش هو بس يعني. انت برضه لو دخلت على تشارت جي اس هتلاقي برضه شغال يعني كفيجواليزيشن لايبراريز. كان في حاجه ثانيه فرونت اند، بس التول دي يا دكتور هي اللي ممكن بيها اعمل بريك داون يعني. انا بدور على حاجه زي كده يعني. لو انت اشتغل كفرونت اند كامل هتلاقي عندك ان شاء الله، انا ناوي ان انا اشتغل معاكم اوراكل جيت، من الحاجات اللي هي القويه جدا تبع يا ريت والله، يا ريت تعمل لنا دوره فيه، يا ريت يعني. ان شاء الله انا ناوي يكون هو الفرونت اند بتاع اللارج ابلكيشنز، لانه بيطلع موبايل وبيطلع ويب وبيشتغل باسلوب واحد، وفرونت اند ملوش دعوه بالباك اند يعني. لو انت بنيت شغلك كله بايثون، هو يقول لك اعمل الشكل اللي انت عايزه بره، مش شغال على يعني على شكل معين. فلو دخلنا على كوك بوك بتاعه مثلا، اديك مثال برضه، هو بيعمل شغل في الفيجواليزيشن، ليه في شغل فيجواليزيشن جامد جدا غير الكنترولز دي بانواعها. لكن هو عنده يعني التشارتس مثلا، هتلاقي عنده بقى جوه التشارتس شايف انواع كتير جدا، ده تحت التشارتس بس، هتلاقي مثلا بار تشارت اللي انت كنت بتتكلم عليها، خد بالك بار تشارت في منها، بص خد بالك مظبطها باشكال كتير، انت كل ده جوه البار تشارت يعني زي كده يعني. بس انا عايز لما كليك على العمود ده، البار ده، ينزل لي الانفورميشن كلها اللي جت، اللي رسمت العمود ده.
انا من السيريز بتاعتي الجروب الفاليو ممكن تحط الداتا اللي انت عايزها تمام، وهنا بتنور لك ده مع ده يعني الجروب الاي مع الجروب بي، يعني لو انت عامله مثلا سيلز وعامله مثلا مش عارف ايه بيدور، وطبعا في اشكال يعني ممكن تقدر تعمله بالشكل ده نفس الكلام، وممكن تقول لا انا عايزه مزدوج ورا فوق بعضه اللي هو الشكل اللي هو اللي كان زمان ده، وعايز ممكن تقول لا انا عايز اعمله اثنينات يعني الجروب يجي ورا بعضه مثلا، او انا مش ظابطه كده، بس انت ممكن تلاقي هنا في الاشكال بتاعته بتاعت الجروبس يعني هيديك كذا شكل من تقسيمه البيانات بتاعتك يعني. نعم. اللي هو انت انا عارف انت عايز تقصد الثنائي اللي هو بيبقى طالع التو بارز وانت بتقارن ما بينهم صح؟ من جنب بعض مقارنين يعني. بس اللي انا ما زلت بقى يعني الحقيقه سؤالي هو الاكزكتيف انفورميشن سيستم، يعني انا مثلا عندي العمود ده بيقول لي المبيعات مثلا مليون، ما كليك على العمود ينزل لي المليون دول عباره عن كم فاتوره، بيوصل لاخر مستند يعني بيقول لي البيرشز اوردر والسيلز اوردر. انا عارف اللي انت بتقوله بس انا مش فاهم بالظبط الشكل اللي انت يعني في بالك قوي، لكن هتلاقي عندك بقى هنا اشكال يعني بقول لك اشكال كتيره ضخمه يعني هو مديك اشكال كتيره تقدر تعبر بيها، هتلاقي أكيد انت نعم عايزه يعني محتاج تتقلب لان نعم مكان في شكل مظبوط مظبوط نعم وفي نعم منه يعني بلاوي هو يعني. الزيت عموما فعلا قوي جدا جدا يعني نعم يعني الشغل فيه تفاصيل يعني الجانب ده كله هيصه ده كله على فكره احنا جوه الاوركي جيت ده كل ده جوه حته واحده بس من الحتت بتاعته نعم اللي يعني طبعا يعني يعني لو دخلنا هنا مثلا ده الشكل اللي كان شبيه للي هو كان لسه معروض في الدي 3 ده برضه هنا مقسم لك المناطق والداتا بتاعتك وبتعلم عن المنطقه بيقدر يجيب لك بيانات، البيانات اللي كاتب لك بيانات صغيره بس ممكن تحط بيانات كبيره، وتلاحظوا ان القصه كلها قايمه على بصوا الدنيا متوجهه فين سيتي ستيت داتا جيسون، يعني برضه قايمه الفكره بتاعته قايمه على جيسون، دي جيسون جاله كده جاله بقى من اي بي اي بقى كده جاله من فايل كده جاله مش عارف ايه، المهم توزع بالشكل ده تسلمها له بالشكل ده ومديك السامبل للكود انك تكتبها بالكود ده يطلع لك على طول الايه الديزاين ده، لو انا مش عايز الشكل ده عايز شكل اخر تشوف بقى الاشكال بتاعتك اللي انت عايزها بتوصل للشكل اللي انت ايه نعم نعم عايزه على حسب الداتا اللي انت ايه اللي انت شغال عليها وهكذا تمام، فيعني وشكلها على الموبايل ازاي شكلها على الويب ازاي يعني دي حاجات بصراحه على التابلت شغاله ازاي على الكمبيوتر العادي شغاله ازاي وطبعا شغال ديسكتوب كمان يعني بصراحه جد خطيره يعني، فممكن ناخدها هي كانها هي التول الرئيسيه فيما بعد ان شاء الله للفرونت اند بتاع البايثون يعني لا والله يا ريت والله لو مش عايز اقول لك لو تقدر تعمل لنا سيشن واحنا شغالين دلوقتي يعني يوم تاني نعمل محاضرتين في نفس دلوقتي مش هينفع لان ليه مقدمات خاصه بيه وشغل خاص بيه هو لازم تكون فاهمه كويس خلاص تكون خلصت من الباك اند كمان تماما وبتعرف تعمل ايه بي اي تماما وما عندكش مشكله فيه، وكان تيجي هنا تقول انا عايز مثلا اشتغل لو بيبقى في عندك انت فاهمني ريكواير وتعرف يعني حاجه اسمها نوك اوت وتعرف يعني هو مجموع هو كل يعني هو مش حاجه واحده الاوراكل جيت ده كان ده كوكتيل كبير الاوراكل جيت مش حاجه واحده داخل في بعضه ومطلع لك بقى امكانيات كبيره جدا، يعني لو دخلنا على جيت ستارتد هتلاقي ان هو طبعا في فيجوال ديفلوبمنت مع ان منها كلها بفلوس جامده اوراكل طبعا، انا عايز بس اجيب الخلاصه الخلاصه اقصد في الهوم كده الكونكلوجن بتاع اوراكل جيت ده عباره عن ايه، لو احنا بصينا هتلاقي بيقول لك الاوراكل جيت دي اوراكل جافا سكريبت اكستنشن تول كيت فاختصارها كلمه جيت او تمام وجيت اللي هي جي اي تي تمام اللي هي جيت فبيسموها حتى او جي احنا بنسميها الاو جي على طول بتدي للديفلوبر بقى انك بتبروفايد موديولر اوبن سورس تول كيت هو اوبن سورس واوراكل مش متعوده تدي اوبن سورس بس اوراكل جيت طلع اوبن سورس كلها بالكامل وفري بالكامل ودي حاجه كويسه جدا على كل المودرن جافا سكريبت والسي اس اس 3 والاتش تي ام ال 5 يعني على البيور على الاصل مش بقى حاجات كده معكوكه ومش شغاله على الاصل وانت كنترول تستخدمها وبعد كده الفيرجن يضرب حاجه ثانيه، لا يتشرب كله على الاصل بتاعها وبتشتغل على الديزاين ايه الديفلوبمنت برنسبلز الاساسيه والاسس الطبيعيه بتاعت اللي مبني عليها الناس من الاف السنين اللي هي
عندك اساسيات اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت هتقدر تخش معاه. فاهمني؟ ومديك بقى الايه اللي هو بقى بيقول لك انا مجمع حاجات. طبعا في شركات كتير شغاله بيه، لكن هو بيقول لك انا الاصل بتاعي ان انا جيت عامل لك كنترولز وشغال واخد معايا الجي كويري بشتغل بيها في حتت، واخد معايا حاجه اسمها الريكوير جي اس شغال في حتت، واللوك اوت مش مرسومه هنا بس هي اصليه، وكوردوفا الكوردوفا واخدها عشان يبني بيها الموبايل كمان. فبقول لك انا من خلال الايه الاوبن سورس لايبرريز دي انا بقدر اعمل حاجه كبيره اسمها جيت بتدخل لك كل القصه بعضها. هي دي بس الايه القضيه بتاعته. ف ده عايز له ممكن كورسين ثلاثه لوحده، لان تشتغل موبايل حاجه تشتغل ويب حاجه، يعني عايز يعني شغل يعني. بس ده مهم جدا الحقيقه في الخمس سنين اللي جايين دول. لان هو الجو بقى ماشي كده، حتى الناس بتوع اللي شغالين جافا في الشركات الكبرى دلوقتي كلهم بيقول لك ارمي الجي اس اف والاي دي اف وكمان ده واشتغل في الفرونت اند اوراكل. يعني حتى بيقول لك اهو يعني انت عايز تنقل اوراكل اي دي اف وفيسز وكلام من ده هتبقى تنقل كلها على الجي تي ام. يعني هو مجال مطلوب في السوق انك تطلع بنفس الكود بتطلع موبايل برضه، دي حاجه قويه جدا وهتسهل كتير للناس. يعني اسهام من الاسهامات القويه يعني على غرار الانجلر بتاع جوجل وعلى غرار الرياكت بتاعت فيسبوك. فيسبوك ما كلهم بتوالي يعني ما مش هزار كلهم فيسبوكس يعني. حاجه والله يعني عايز الواحد يشمر دراعه ويقعد يتعلم يعني طول عمره يعني. لا بس صدقني والله دكتور الناس دي بالابره بيتنقوا يعني. مش موجودين. لا والشركات اللي بتشتغل الشغل ده بتدفع يعني، لان عايز اقول لك رواتبهم كام عندنا يعني حاجه حقيقه في بتورك الموجوده يبقى انت كده معدي يعني. فاهمني؟ 25000 دولار وانت طالع. ربنا يديك ويدينا. فانا اقصد لا هم كانوا هيدوا لي الكلام ده يعني. انت عندك انت حضرتك من فين؟ في امريكا؟ في كندا. فانت بتديهم برضو خلفيه عن الشغل هناك ماشي ازاي، لان هم الناس هنا بتبقى شويه عندنا السوق العربي معلش انا بتكلم خمس دقايق بس انا مش بخرج بره اللي احنا بنعمله، لكن ده حاجه مهمه جدا لتحفيز الشباب وتفهمهم السوق ماشي ازاي. لا مهم جدا لانه ممكن يشتغل من البيت مش لازم يكون في كندا. انا قاعد من غير شغل على فكره بقالي سنتين يعني مش بس انا اقصد ان هو مثلا التولز المنتشره ممكن تكون في مصر مختلفه عن التولز المنتشره مثلا في الوطن العربي، مختلفه كذلك عن التولز المنتشره في اوروبا والجنب ده وهكذا. في شويه اختلافات كده يعني دقيقه يعني. مثلا عندنا في مصر مثلا بما اني يعني قاعد في مصر فعارف ان الدنيا هنا شويه بتخاف من الحاجات الثقيله لان التكلفه عليهم عاليه ومش عارف ايه وبتاع، فتلاقي السوق ما بيحبش الحاجات اللي هي الثقيله دي قوي زي الاوريكل والحاجات دي ما بيخاف منها شويه، بيحبوا يشتروا حاجات مايكروسوفت. ماشي حالك بحاجات مايكروسوفت. على مثلا على خلاف مثلا السعوديه والامارات لا الكلام ده ما عندهمش. عندهم دوس على طول كل شغلهم اوريكل وساب والحاجات ودوس يعني ما عندهمش. حتى مثلا يقول لك هنعمل مثلا اي ار بي سيستم على اودو، يقول لك لا اودو ده صغير ادينا في الثقيل. فاهم ازاي؟ اوريكل اي بزنس ويدينا في مش عارف بيشتغلوا في فلوسهم كتير ماشي عم طه انت هتقعد تقر عليهم يا طه تقر عليهم في الشات بس. مش مشكله فلوسهم كتير، هم فلوسهم كتير فيبقى مصلحتك معاهم دلوقتي في الشغل يعني ربنا يجعلنا وبركاتهم يا دكتور عادل. ازيك يا دكتور طه؟ الله يسلم سيادتك. انت باين موضوع الفلوس سخنك وعملت مداخله. لا بس والله يا دكتور والله العظيم انا اعرف ناس شغاله فريلانس ملهاش علاقه هي قاعده في اي بلد يعني. اصلا كتير زي الفتره الاخيره يعني العالم كله مشاهد الفتره الاخيره ان ده لا وتحديدا على جيت يعني. انا لسه من كام اسبوع بس كنت على تواصل مع واحد بيقول لي فلان شغال كذا جيت ومش راح السعوديه يعني طلب مبلغ خيالي يعني وفقوا له. أيوة. لانه ما فيش حد يقدر يقوم بالشغل يعني. ايوه يعني فهي هي مهارات شخصيه واجتهاد لا والله احنا انا بدرس جد للشباب بقى اكتر من سنتين درس لهم جد، بس المشكله كلها ان الشباب الصغير مش متفهم
بص اوريكل بالذات لما تيجي عندنا في مصر والحته دي تلاقي الايه الشباب شويه ممكن تلاقي الفرصه صعبه شويه يعني ما بيلاقيش مش منتشر قوي يعني هو كده هو اوريكل كده صح اوريكل طول عمرها مش منتشره في الشركات الصغيره ولا لا مفيش كلام ده اوريكل بتشتغل في الشركات الكبيره فبتبقى الفرصه اقل شويه ان هو يلاقي يعني هو هنا بيحسبوها شويه ساعات ايه انا بقول كده عشان الكل يسمع ويستفيد يعني ساعات بيحسبها يقول لك انا يعني عايز الاقي شغلانه فاشتغلها انزل الشغل طب ايه يا عمي بي اتش بي يعني فيشتغل يعني مع سوري في اللفظ محجز عمني يعني يشتغل تحت السلم كل الشركات شغاله بي اتش بي عادي كان زي لو واحد واثنين صحابه ومعاملين في شقه كده معادين ويقول لك انا بنعمل شركه ويشتغلوا بي اتش بي تمام انا ما بعيش في البي اتش بي كان عايز اقول ان هي كتكاليف وبساطه في البدايه ماشي الحال فالشباب بينشغل بايه الطموح عالي عليه والاحلام بيروح حاجه عاليه ايه استعجال يعني استعجال طبعا استعجال فقال خلاص انا اشتغل دي فخلاص ده عمره في دي وخلاص فيروح في الشركات يلاقي بقى مشاكل اخرى زي مثلا ان هو منه كتير معلش مع احترامي يعني طوب الارض شغال بي اتش بي مثلا يعني ازاي فالناس شغاله كتير مفيش مشكله فانت عندك مشكله واحد غيرك مفيش مشكله خالص غير لما يكون انت بتشتغل في الحتت اللي هي نادره شويه فبتبقى تقيل وقيمتك الماديه اعلى وبتبقى الاستابيليتي بتاعك تمام ليه لان انت مش اي حد يجي يشتغل في الاريا دي فاهمني فبتاخد منك ثقل يعني تاخد منك ثقل جامد يعني ان شاء الله لو احنا ان شاء الله فاحنا انا وعدتكم باذن الرحمن في اخر الكورس هنعدي حتى بعد ما نخلص شغل الاوراكل شغل البايثون الاساسي ونبني الاي بي اي والباك اند تكون ان شاء الله هشتغل معاكم باي سبارك لازم تكون عنها نبذه باي سبارك هتعليك بعد تخرج مرحله ثانيه خالص 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 وبالذات بقى لو جيت بقى قلت لي هربطها كمان مع حاجات من الكبيره دي يبقى انت دخلت بقى في اتجاه ثاني خالص الباي سبارك شغاله من اعلى البروسيسنج الموجوده حاليا في البيج داتا والديتا اناليتكس والديتا ساينس والحاجات العاليه دي وكل السيستمز الكبيره الحكوميه والكلام ده كله متوجه ان هو يشتغل بالاسلوب ده واللي هو اتبنى عليه اصلا الفكر اللي اتبنى عليه جوجل وتويتر وفيسبوك وكل المواقع الثقيله مش الصغيره فباي سبارك يقدر يسبورت لك في الحته دي بشكل قوي جدا ولو بدات تبني عليه كمان باك اند بتاعتك يا تبقى عديت جدا ليه؟ هتبدا بقى تركب اي فرونت اند مش فارق معاك ولو ورك كمان يبقى حاجه قويه جدا شغال حاجات يعني انا بنشتغل حاجات مستويات عاليه والرزق بتاع ربنا يعني بس شغل انشغالك دايما انك عايز الحاجه اللي موجوده كتير دي هو ده اللي بيودي شباب في اتجاهات عندنا يعني كل مختلف طب انا انت طمعتني اسال سؤال وانا استسمح الشباب بس دقيقه واحده من وقتهم وتوعدني بالرد سواء شخصي او اي وقت انا بس عايز حضرتك تعمل لنا رود ماب يعني احنا ابتدينا من اول ايه وان شاء الله هنوصل فين لانه طبعا. انا ما حضرتش معاكم من الاول يعني تمام فمثلا احنا ابتدينا من الصفر ودلوقتي حضرتك بتقول الجزء التاسع انا عايز اعرف الاول ايه والثاني ايه والثالث وهنوصل لايه ان شاء الله هدفنا داخل الكورس الواحد ولا الشكل العام من بره لا اللي في دماغ اللي انت ناوي تعمله معانا ان شاء الله انا والله انا يعني انا نيتي ان احنا انا الاول كان طبعا كان في حاجات كتير وبعد لقيت ان البيز مش موجود بس ببساطه بدانا الاول قلنا يا شباب اتعلموا لغه تكون تديني اتجاه كتير اتعلمنا البايثون كبيزك بروجرامنج وبعد دخلنا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج وكلام زي كده وبعد دخلنا في شغل الداتا بيز والداتا اللي هو الكورس اللي احنا فيه كمستوى تاني طبعا في اجزاء بنقسمها اجزاء فايلز السي اس في الاكس ام ال الجيسون بعد كده الريست فول اي بي اي وبعد كده الفاير بيز وبعد كده نخش على البيزنس بانواعها الماي سيكوال وممكن المونجو دي بي وممكن كمان البوست جري ونشتغل كلام زي كده احنا خدنا نبذه عن كل البايثون بتشتغل ازاي مع الداتابيزز المختلفه مع انك مستعجل اكتر عن انك تبني انت كمان الاي بي اي بتاعتك عشان تبقى عملت الباك اند يبقى طلعت بالباك اند يعني انا كده معناها ان انا اقدر ابني باك اند كامله للابلكيشن دي حاجه مش سهله دي حاجه ممكن دلوقتي ابني من فوقيها ويب واقدر ابني من فوقيها موبايل لو انا معايا الحته دي كويس قوي خلاص خلصنا انا اديت الحته بتاعت الباي سبارك في الاخر قلت هرجع ان انا بزي صغيره كده علشان ايه علشان اعرف ناس ان كل التولز الموجوده في السوق دي اللي بتهندل الداتا الصغيره والبيانات الصغيره قصه وانك تخش في
البيانات اللي هي البيج داتا ابلكيشنز، يبقى انت محتاج حاجه بقى بروسيسنج بارلل كومبيوتنج بقى وتشتغل على الكلاود وحاجه كده بتعمل مليون حاجه في نفس الوقت وكلام زي كده. فعشان كده عايز انقل النقله دي بحيث ان هي تبقى ماشيه معانا. انا نيتي ان احنا نقدر نوصل في المرحله الاولى ان احنا نعرف نعمل بيج داتا ابلكيشنز، ابلكيشنز الضخمه، نعمل باك اند بتاعتنا ما تبقاش بس ريست فلو داي، تبقى ريست فلو الاي بي اي على الداتابيز اللي هي النو سيكوال الحديثه اللي هي بتاعت البيج داتا، وقدامها البروسيسنج العاليه بتاعت الباي سبارك، وبعد كده نعمل ويب ونعمل موبايل. وبعد كده عايز اخش في موضوعات تخص انك تخص الاي اي. ناس بتتكلم على الاي اي على اساس ان الاي اي اتعلمها لوحدها، الكلام ده مش يعني كلام مش منطقي. يعمل ايه وعامل لي سطرين يطبع لي كلمه ويجري ويقول لي انا عملت اي اي؟ تمام، مش صح. الاي اي في العالم كله في الابلكيشنز القويه بتبقى خدمه صغيره جوه ابلكيشن كامل. ابلكيشن جوه عمليات كتير وفي خدمه فيها اي اي مفيده، فاهمني؟ فانت لو ما بتعملش ويب وما بتعملش موبايل وجاي تقول انا هشتغل اي بي اي، هشتغل اي اي، انا ما بفكرش فيك بصراحه. ما بقول ده بتاع اي كلام، تعلم له كلمتين كده وخلاص يعني، تو اكزامبلز كده ومشي حالك، فاهمني ازاي؟ لكن هو يقدر يفهم الكلام ده. اه طب تبص على اي ابلكيشن موجود في السوق هتلاقي الاي اي جزء منه، لكن مش كل حاجه. لكن الابلكيشن كله بقى بيت الامكانيات والناس تخش وتشترك وتخش وتطلع وتدخل بياناتها وتعمل مش عارف ايه والكلام ده، الشغل ده كله شغل عادي. بس هو لو مش موجود هتدي لي اي دي في ايه يعني؟ تقول لي يعني في كوبايه تقول لي خد وماشي حاجه، مش هينفع. طيب انا برضو بقول لحضرتك ورقه وقلم وانت فاضي كده بس اكتبهم واشرهم لنا على الشاشه يبقى على الفيديو. الله يجزيك خير، لان مهم جدا الاجنده يا دكتور. انا عارف بكره حضرتك هتديني ايه، ممكن اذاكر ممكن اسال، انا عايز استفيد من حضرتك بصراحه. يعني بعد ما خلصنا البروجرامنج والاوبجكت بروجرامنج، انا جيت في اخر الكورس قلت له يا شباب احنا عندنا ايه اللي ينفع في المستوى الثاني؟ قلت له ينفع كذا وكذا وكذا، وده يخدمنا فيه وده يخدمنا فيه وده يخدمنا فيه. وقالوا وبعد كده اختاروا قالوا لا نشتغل على الجزء بتاع البايثون بعد كده. يعني انا بحب اشارك الناس لان بعرفهم ايه الاتجاهات عشان برضه يبقى هو مقتنع، ما بقاش انا يعني زي ما بيقولوا انا حطيت له كل خطه وتمشي عليه وانت ساكت. لا، انا بقول له في كذا ممكن نشتغل، كذا ممكن نشتغل، كذا ممكن نشتغل، كذا يعني. مثلا بعد الكورس ده ممكن نشتغل في ديتا اناليسيس وتسيب ما نكملش بقى البيت التفاصيل دي، ممكن وشغل قوي ومطلوب وحلو. فهمتني ازاي؟ ممكن نشتغل على ويب ابلكيشنز. حلو يا دكتور، فاسال بيه خبيره، مش كل الناس نتكلم في ده في اخر الكورس ونقول كل اتجاه من الاتجاهات ومميزاته وعيوبه ونفتحها للنقاش ونشوف هنبدا فين ان شاء الله. طيب خلاص، عشان وقت الشباب الله يجزيك خير ان شاء الله. الله يجزيكم كل خير. الله يبارك فيك. تسلم تسلم، الله يبارك فيك. طيب نرجع نكمل الحته الصغيره بتاعتنا دي، مش طولت عليكم. احنا اخذنا خلاص دخلنا في البروجكتس الحته بتاعتنا الجميله دي، فكده احنا لمينا الداتا. لمينا الداتا بتاعتنا، عندنا بروجكتس وعندنا فونز وعندنا بيت البيانات اهي. البيانات دي عشان اسلمها للاد هبعتهم للاد ولازم يتكونوا كجيسون ويتبعتوا. احنا عملناها على البوست بس ما اشتغلتش، كان فيها مشكله، هنشوف يعني ايه المشكله بتاعتها ان شاء الله يعني هنحلها على البوست. هتلاقي كده في غلطه صور بيقول انا بارس كان نوت بارس جيسون، يعني معناها ان في يمكن يكون احنا كاتبين حاجه غلط في الجيسون، بس الخط صغير عايز اتظبط معانا ايه انك تبقى واخد بالك. انا المهم هو الجيسون ده هو هشوفه وهتشوفه وهنشغل الاثنين ان شاء الله. فانا اقول له انا عايز ابعت لين باي دي هنا اهو، وبعد كده نيم واللاست نيم ممكن برضو خليهم كده واجمعهم انا فيرست نيم لاست نيم ايه تاني ديبارتمنت بعد كده فونز وايه فونز وبروجكتس زي ما بنقول فونز طبعا ضد البيع في البيت دي بيانات. فانا هاجي في الاخر هنا بدل جيت ان بقول له ادي ايه انا ابعت لي كل ان باي دي كوما كان ايه بعد كده الفريست نيم كوما اللاست نيم كوما الديبارتمنت كوما الفونز بعدها كون يعني الفونز. كل المهم ده اللي ناقصاني
قبل ما اكلم العنوان ده واقول له انا عايز ابوست وعايز ابوست الداتا دي، احنا ممكن نعمل عايز ابوست واقول لكم ايه الفرق بينا بعد، يعني هوريكم البوست والبيت. على العنوان ده يبقى موجود الداتا بس اظبطها، بس بالظبط جيسون. طول بس نظبطها جيسون، انا جاي اعمل ايه فاريبل كده او مايل وين كم داتا بتساوي، وابدا اشتغل الشغل بتاعي. لو انا عايز اضمها ممكن امبورت جيسون، امبورت اللي انا هكونها، وعايز في الاخر تتفك كجيسون فعلي اقول له جيسون دوت ايه دوت دمبس، تحول معايا الى جيسون فعلي. تمام، والعب بقى اكون هنا الشغل بتاعي، وتبقى الام داتا دي الايه البيانات مجمعه اللي انا هبعتها في الايه هنا مع الداتا اللي هي بالنسبه لي هتبقى اخت دي بالظبط، تبقى اخت البيانات دي اللي انا بعتها هنا في البادي بشكل جيسون. انا هنا بكون الجيسون اهو هنا اهو اللي هو نفس ما بتيجي بنفس المنظر ده. طب ما ليه ناخده كده كده ومرمينه هنا؟ تمام، الام باي دي بتساوي ايه؟ 2. قلت له لا تساوي الام باي الام باي دي بقى الفاريبل صح الام باي دي. احنا في دبل كوت هنا زياده لما اخذنا كالي بس زين مش الام باي دي. ماشي، هو المفروض ان هو بيحب التفسير كود ويقعد الـ MBID جاب الـ MBID هو مش عارف يشوفها مش عارف ليه، بس ماشي الحال خلينا نظبطها وبعد كده بقى خلينا نكمل ونشوف ايه المشكله. هنا الفيرست نيم هنا اللاست نيم الفون زي ما مش هبعتها كده، انا عندي الفون زي جايه لسه اصلا لسه صحيح. والبروجكتس برضه جاي لي ليست اوف اوبجكت صح، فانا مش هخش في التفاصيل دي كلها. فده واخد بالكم بقى الغلطه هي فتحه الكود اري بتاعه البروجكتس فين قفلتها؟ قفلها بحيث ضايعه صح؟ يبقى معناها ان ده كان العيب اللي كان موجود هنا. ايوه اهو هنا كده هو قافل الكوز ده. ايوه كوز البروجكتس هو اللي كان ناقص، عشان كده الداتا بتاعت بتاعت البوست ما كانتش بتتبعت. خلينا نجربها كده فين. كده تمام، قال لي 200 وبص وجايب لي الداتا اهي. محمد حسن راح بالبيانات دي. لو انا عايز اتاكد اكتر اخش على الفاير بيس بتاعتي، فعندي كان واحد كان عادل، زيرو كان عادل، وواحد كان مهيمن، واثنين بقى مين؟ محمد حسن، يعني كده اشتغلت صح. لما خدت بس البيانات كان عندي ناقص القفله بتاعه الايه؟ بتاعه الاري بتاعه البروجكتس. ماشي. فرمو بروجكتس. طبعا لازم يكون في قفله الايه؟ الاوبجكت كله. هو ده برضه بص خد بالك كل ده برضه كان معلق البيانات عندنا هنا، يعني هو ده برضه اللي كان معلق الايه؟ الفاريبلز ان هي تيجي والكلام ده كله، الكوست اللي كان غلط غلط في اللي اسمه ايه؟ كان غلط في البوست مان، وكذلك غلط عندنا كان نوت في الايه؟ كونت الجسم. قال لي ان باي بي ان باي بي ديبارتمنت ديبارتمنت الاند نيم عملت اوبجكت. طبعا السبيسز والتنسيق ده انت يعني مش قضيه انت عايش فيه زي ما انت شايف ان هو يكون بالنسبه لك كويس. حذفت فوق الاوبجكت يخلص فوق كله كاملا، وارجع هنا عندي الفونز والبروجكتس، يبقى انا جاي عند الان باي بي
لما عندي الديبارتمنت وعندي الامبنيت فيستين كذا والجاستين كذا وعندي الفونز وعندي البروجكتس لو صح الواد العنوان متجهز وبعتنا الداتا دي الداتا ده اللي هو كونته فوق عملته دمس جيسون بعته على طول مع الداتا والهيدر وكل تمام مفيش بقى هنا عندي كود ان انا اعرف البيانات ولا الكلام ده كان مش موجود عندي خالص انا في ايرور هقول له ايرور لو كان سليم هقول بس برنت لي او هقول له حتى من غير برنت لي ولا حاجه هقول له امبليمنت بس كده سهل كده وبينا نجرب ناخد الداتا ونبعتها ونشوف بسم الله وكده جربناها كده بص ما ظبطناها شغال وراحت هنا بقى نبدا نشتغل ان شاء الله بالتفصيل هنا في البيانات بتاعتنا بسم الله في ار دي نود رقم 3 في الاثنين ناخد في طاقم مهدي ماشي طاقم مهدي الديبارتمنت رقم 2 مثلا الفون او لو لو انت مش عايز تاخده ماشي هتدخل له رقم كله واحد وندخل له رقم كله سبعات وقلت له نوفر مش عايز تاني قال لي طب البروجكت منين؟ قلت له ماشي في مثلا بوست اكس مثلا مستشفى اكس وقال لي خلاص دخل عدد الساعات بتاعتها اشتغل فيها مثلا 21 ساعه يديني كمان بروجكت نيم قلت له مثلا ايه اشتغل فيها مثلا ايه 27 ساعه قال لي بروجكت نيم او كلمه نوت روم بقى فاهم الله ينور طيب قال لي ما بعت البيانات دي انت بتكون كاتب السترينج ID لا حاجة اسمها ID مش حاجة اسمها ID أصلا عندنا الـ MP الـ M بقى ماشي عشان ندخل لها تبقى تاني ماشي ممكن ندخلها كذا مرة عشان تستعمل بشكل صحيح مش مشكلة كذا مرة كل مرة بتحل بروبلم معينة كان الـ VR successful مش معقول احنا عملنا شغل دايناميك بقى يعني كافة خالص نجرب نشوف الـ database هناك فوق تعمل كده ادي ثلاثة لاحظوا ما بقى مكريت لي ID عشوائي وجواه بعت لي بقى البيانات الديبارتمنت رقم 2 الامبلوي رقم 3 الاسم بتاعه صح طه مهدي الفونز بتاعته مظبوطه البروجكتس بروجكت اري اوف اوبجكتس 100 يعني اي 1 العيب الوحيد الاي دي اللي بيكريته الفاير بيس وده عشان نهرب منه ببساطه احنا ما بنحبوش يعني انا ما بحبوش لان ما عايز الاي دي عشان اديليت بيه اعمل بيه حاجات ثانيه مش عارف انا مش عايز الاي دي الحالة دي ما تشتغل بس كل اللي محتاجين نظبطه هو نفس المثال مش هغير في حاجة يعني كلمة واحدة ان انا عايز اقول انا بس مش هشتغل على بوست دي خالص هشتغل على بوت عشان انا مش عايزك تقاد ليا اي دي هات انا عايز الايه اعدل على المنظر ده فلو انا جيت دلوقتي جربت ناخد حد تاني على الله نلحق مثلا رانيا سمير ماشي وبرقم 4